خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد. واو، عندي شغلات كتير حلوة يا جماعة، أكيد ماما حتجيب لنا بنت. خليني أشوف، شوفي عندي. ليكو يا جماعة، هي أكيد كتير رح تلبق لأختي، بتحطها هون، كتير حلوة. واو، هي الطاقية كتير حلوة، معقول كنت ألبسها وأنا وصغيرة؟ رح خليها لأختي. شو بدي أعطيه لأخي؟ أوه، هذا الجاكيت كتير حلو، بس ما فيني أعطيه، كتير كبير. الله، الطقم شو حلو، بس كمان ما فيني أعطيه، كتير كبير. ليكو هي قديش حلوة؟ لا ما بتجي علي، أكيد رح أعطيها أختي، أصلاً أنا كبرت. واو، ليكو هذا الأفرول كتير حلو، رح أعطيه لأختي، كتير بجنن. أبي أسأل شو عم يساوي عندي؟ ليكو شو لقيت عندي يا جماعة؟ لقيت بلوزة صغيرة، أكيد ماما حامل بصبي، خليني أعطيها. روحي، لك شو روحي؟ بدنا ندلله. هذه هون. لقيت عندي بيجامة كتير حلوة، إن شاء الله ماما تطلع حامل بصبي. واو، شوفوا يا جماعة، هاد الجاكيت كنت ألبسه وقت كان عمري سنين، جاكيتي المفضل هاد، رح أعطيه لأختي، أمري لله. واو، هذا البلوزة كتير حلوة، كمان رح أعطيها لأختي، إن شاء الله ماما تكون حامل بنت. واو، هذا البنطلون كمان كتير حلو، قديش كيوت، كنت ألبسه كتير، كمان رح أعطيه لأختي، إن شاء الله ماما تكون حامل بنت. هاي البيجامة حلوة كمان. واو، عندي أغراض كتير حلوة، إن شاء الله ماما تكون حامل بنت. ليكو شو لقيت عندي يا جماعة؟ هدول أحسن شي، أعطيهم لأخي، إن شاء الله ماما تطلع حامل بصبي. تعرفوا اشتهيت أرجع ولد صغير، ولك شو أرجع ولد صغير؟ أنا ما صدقت أنت كبرت. شو بدي أعمل يا جماعة؟ كتير مالين. أحسن شي روح جاكر غزل. غزل، ليك شو لقيت؟ شو هدول تيب؟ غزل، هدول الأواعي لقيتهم بغزانتي، لأنه أكيد ماما رح تجيب لنا صبي وأعطي إياهم. وأنت مين قالك إنه ماما حتجيب لنا ولد؟ ماما حتجيب بنت. أنا شفت بمنامي لأنه ماما جايبت لنا ولد، هذا الحكي بدل لأنه ماما جايبت لنا ولد، فهمتي؟ لا 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 يا حبيب أمك، ماما حتجيب لنا بنت، مناماتك مو حقيقة. غزل، أنا عم أقول لك صبي يعني صبي، لا تعصبيني. لا، ماما حتجيب لنا بنت. لا صبي. لا بنت. لا صبي. لا بنت. لا صبي. لا بنت. يا غزالي يا حبيبتي، ركزي معي شوي، انت لساتك صغيرة ما بتعرفي، انا عم قلك صبي. مين قالك انه انا صغيرة؟ ماما حتجيب لنا بنت. غزل فهمي علي، عم قلك انت صغيرة ما بتفهمي، ماما رح تجيب صبي. انا مالي صغيرة، ماما حتجيب بنت. صبرك يا روح يا حبيبتي، اليوم مو جعبالة تطلع الجنونة، ففهمي علي بسرعة، يلا ماما رح تجيب صبي. ماما حتجيب بنت. تيمو غزال، لك فضحتونا بالحارة، شو بكون؟ زين تعرف ما لهي صبي من الصبح عم فهمها، ماما رح تجيب صبي، ما عم تقتنع. لا زين، ماما حتجيب بنت. لا صبي. لا 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 بنت. ايه خلص انتو اتنين جننتوني، بدكم تعرفوا ماما شو معها؟ ايه بدنا نعرف. انتو طلع منك الى، استنوني هون جايلكم. وين راح؟ بنت صبي. بنت صبي. بنت صبي. بنت صبي. بنت صبي. بنت. خمسة. بعرف شو ماما عجيب صبي ولا بنت. بكرة بنعرف شو بدها تجيب ماما، صبي أو بنت. هذا عم بتجهز. شو؟ يا رب صبي. أنا يا رب بنت. صبي. بنت. بنت.
ماما لفتي بدها بدها. هلا بالزينه يوم الاولاد عم يساعدوني لانه كثير متحمسين. ماما لفتي صبي او بنت؟ بنت. بنت. اكيد صبي. اكيد صبي ان شاء الله. يلا بيبعتوا. صبي. لا 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 بابا بطل. انا هلا بلشت بالنفخ لانه هي بعدين هلا. لك هي بس شو عم تنفخ وتسلم لنا اياهم. ليه ما بعرف اربطي؟ ليك كل شيء هذا حيطير شعري. صبي بنت! صبي يا بنت! صبي! صبي بنت! صبي بنت! ليش عم تساوي؟ ما تعمل ايدي كثير تعبت والله. اشتغل اشتغل بلا كهرباء. انا ليكو شو عم صابي عم جمع ثلاثة بثلاثة. اه غزل عم تجمع لنا اياهم ونحطهم هون. يلا يلا. ليكو قد ايه صاروا؟ وافي لشوف صاروا اطول منك؟ وافي هون؟ ايه اكيد. اه وانا اطول منك والله. لا زين ايه والله اطول. واطول من بابا. لا لا طول بابا طول بابا. انا عم حاول جمع ثلاثة بثلاثة. اقل شيء اشتغل باكلك، اشتغل باكلك. خلص فيه. ليكو ليكو جمعت اثنين هلا بدي اخذ ورجينا ورجينا شو عم حط هدول بالبوم وين؟ بقلب هدول الفتحات الصغار يا عيني يا عيني بتطلعي دكتورة ولا تشتغلي بمحل بوالي؟ دكتورة دكتورة ليكو خلصتها ايه ابني فيك تقولي شو جنس البيبي ما تقول لحدا اكيد لا اصلا ما بيعرف ما بعرف لا والله ما بعرف لا بكره ان شاء الله طيب مين اللي بيعرف؟ الدكتورة ما حدا بس الدكتورة بس الدكتورة تبت؟ شو رايك خلصت الزينة واخيرا؟ اه خلصت واخيرا اه ليك هي الزينة حلوة لسه في شوية اغراض لبكره ان شاء الله ايه يعطيك العافية ابي بكره اللي اول واحد انا اوكي؟ لا نحن نعرف كلنا سوا طيب ماشي اليوم وصلت النتيجة لنعرف شو مع ماما متحمسين؟ كتير شو متوقع زين؟ أكيد صبي صبي تيومي؟ أكيد صبي أكيد صبي غزولة؟ بنت ما في داعي تسألني بنت آه؟ إن شاء الله نحن حبينا نعمل هذا الفيديو ذكرى ليضل باليوتيوب لأخذكم أو لأخونا الله العليم وشو ما إجانا الحمد لله الحمد لله ما رح نزعل تمام؟ المهم تجينا الخلقة التامة مظبوط يا أولاد؟ صح تمام مين بده يطق لنا البالون؟ زين 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 هو أكبر واحد يلا زينو مسك البالون وين الإبرة؟ عطوها الإبرة؟ عطوها الإبرة؟ عطوها عطوها قصدي عطوها شو بقى؟ تقيل؟ إيه تقيل يلا جاهزين؟ شو بقلبه؟ أنا ما بعرف ولكن انا بعرف شو في بقلبه بس انتو ما بتعرفوا يلا خلونا نعد خمسة اربعة ثلاثة اثنين واحد صبي الحمد لله الحمد لله غزولة هيجينا بيبي شبك شو؟ بدي بنت مش بابا كمان الصبي حلو؟ بدي بنت ما بدي صبي خلص تعي رضوة ما تبكي لك عادي انت حتضلي الأميرة لك عادي مين أميرة البيت؟ غزولة طلعي مين أميرة البيت؟ والله بتتدلل دلل ما كانت ترضى صرنا ربع ساعة عم راضية وما عم ترضى يا جماعة غزولة لو اجتك اخت شو بدك تسميها؟ حلا شو؟ حلا حلا؟ وإذا اجانا صبي؟ هلا جاينا صبي الحمد لله أنا سلطان أنت سلطان هاي متعلق بسلطان أنا أمير أمير غزولة إذا اجانا صبي شو نسميه؟ ما بتعرفي؟ طيب شو رايكم نخلي غزل تسميه؟ مشان هي تفرح طيب ماشي نعطيها القرار لغزل؟ أنا ما عندي مشكلة نعطيكي مهلة يومين أنت بتختاري اسم كتير حلو بتحبيه ومنسمي اخوكي
اتفقنا؟ ايه. ما تضلي زعلانة؟ تمام؟ يلا زكيلي بوسة لشوف يا عين. مين ضل أميرة البيت؟ غزل. غزولة. ما توقعت غزل بنو. كنا متوقعين بنوتة تجينا. لحتى طيب كان متوقع بالبداية إنه خلاص ما لح يجي صبي، بعدين تفاجأنا إنه لا صبيين يعني يجي بعدين مين؟ كمان صبي. الحمد لله. لا ده كان بدي بنت الشخص تصير أنا وياها ضدهم. هلا هني صار عندك ثلاث اخوات انت يحموكي، عرفتي شلون؟ يحموكي وبيضلوا هيك سنه بكتريني هدول. لسه ما اقتنعت. ايه يلا بدنا ننهي الفيديو. يلا بدك تفرحي مشان ننهي الفيديو لانه ورجينا الضحكه. وهيك بنكون وصلنا لنهايه فيديو اليوم. الحمد لله الله رح يطعمنا صبي صبي وان شاء الله بيجي بخلقه تامة وبصحة وعافية. تمام؟ غزولة لساتها زعلانة شوي، هلا من راضية إن شاء الله. تمام؟ يلا خلونا ننهي الفيديو. باي 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 باي. سكر الكاميرا.